السلام عليكم. إن شاء الله الفيديو بيكون رمضان حق فاينلز 2-2-1 امتحان الفاينل. طبعا نفس ما الكل يعرف الفاينل عبارة عن 4 شباتر، شابتر 8 10 11 13. اوكي، اول شيء بقول مقدمة عن الامتحان شلون بيكون. الكلام اللي قاله دكتور عبد الله المناعي، الامتحان بيكون MCQs essay questions واسئلة calculation. ال MCQs بيكون تقريبا 15 أو 16 سؤال، وال essay questions بيكونون 5 أسئلة، سؤالين من chapter 8 وسؤال من chapter 10 وسؤال من chapter 11 وسؤال من chapter 13. وال calculation ما حدد كم سؤال بالضبط، بس انه عليهم تقريبا 15 درجة، بتكون شاملة حق 3 شباتر ان شاء الله. في هالفيديو ان شاء الله بحاول اني امر على كل شيء او كل الافكار حق العملي او اغلبهم. الجزء النظري يعني على الطالب انه يدرس او يحفظ او يفهم كذي، هي السالفة. فانا حط سويت رابط دروب بوكس حق انه في كل شيء حق العملي والنظري. النظري انا انصح، او انه اللي انا بسويه ان شاء الله انه بدرس النظري مال شابتر 8 من السامر نوت مال الدكتور عبد الله المناعي، شابتر 10 بودرس النظري من سلايدات الدكتور محمد عبد اللطيف، وشابتر 11 و13 في ملخص كان مسوي طالب اسمه مصطفى ميرزا يعطيه العافية، كان مسوي تلخيص حق شابتر 11 و13 من سلايدات الدكتور عبد الله المناعي، ماخذ الكلام اللي في السلايدات بس مسويه في نوت مرتب وشامل ان شاء الله. وانا قلت للدكتور عنه قال لي زين يعني، فان شاء الله هاي اللي بعتمد عليهم حق النظري. وبالنسبة للعملي بشرح الحين جزئية العملي كلها من نوتات دكتورة سومانثي، هي نفسها التمارين مال دكتور عبد الله المناعي اللي بتكون إن شاء الله نفسها في الامتحان، بس إن مال دكتورة سومانثي أرتب شوي حق الفهم وحق الحل. فأنا من كذي بشرح من نوتات دكتورة سومانثي إن شاء الله. بسم الله نبدأ. أول شيء chapter 8، إحنا نفس ما قلت بنمر على الأشياء العملي كلها، النظري بنطوفه. الحين بداية في chapter 8 عندنا لازم نعرف 3 أشياء: التي بونز والتبس والستربس. شنو هما التي بونز والتبس والستربس؟ التي بونز هي اختصار حق التريجري بونز، التبس هي اختصار حق التريجري انفليشن بروتكشن سيكيورتيز، والستربس هي اختصار حق separate trading of registered interest and principal. كي هذا هم الثلاثة اللي في الشابتر، ولازم نعرف ان ثلاثتهم بيكونون سيمي انيوالي. يعني اذا شفنا تي نوت او تيبس او ستربس في السؤال، معناته دايركت ان السؤال سيمي انيوال، سواء كتب في السؤال انه سيمي انيوال او ما كتب، لازم احنا دايركت نعرف انه سيمي انيوال. يعني شنو سيمي انيوال؟ يعني عندنا ثلاثة اشياء بيتغيرون: الان اللي هي اليرز، الماتشوريتي بنضربها في 2، الاي اللي هي النسبة الواي تي ام بنقسمها على 2، والكوبون ريت بعد بنقسمها على 2. مثلا عندي كوبون ريت 5%، يعني معناتها 50 بايمنت بنقسمها على 2 بتصير 25، كذي السيمي انوال. ماخذينها قبل يمكن في تست 1 وتست 2 والاغلب يعرفها يعني. فالحين نبتدي حق اول سؤال. طبعا هاي النوت في طالبة سوتها ويا دكتورة سماثي، فيعطيها العافية على النوت يعني، وفي بعض التعديلات يعني إن شاء الله بقولها في الفيديو. أول شيء عندنا هني سؤال، السؤال الأول يقول an investor purchase a tips. سيدة من شفنا tips يعني إن السؤال سمي أنوال، سواء ذكر في السؤال أو ما ذكر، هني ذكر في السؤال. أول شيء tips note، هي حرف الإي، tips note with original principal of amount of 100,000. فهني ال principal 100,000 و 3% annual coupon. الكوبون 3% و 10 years maturity. هذا هي ال N. يقول if the semi annual inflation rate during the first 3 months is 1%, calculate. يبينا نحسب شيئين، أول شيء ال first coupon payment وعقب ال second coupon payment. Okay. وقال if the inflation expected if the expected inflation is
1.5، هذه ال 1.5 عدلوها بتصير 2%، اوكي، وهذه ال 3 months عدلوها بتصير 6 months، اوكي. فهني نكتب 2 وهني نكتب 6، عدلوها عندكم. وانا اوريدي طرشت التعديلات في الجروب قبل. الحين اول بارت فيرست كوبون بيمنت، يب الفيرست كوبون بيمنت. فعشان نطلع الفيرست كوبون بيمنت لازم اول شيء نعدل البرنسبل اللي هو انه صار فيه انفليشن. فبنكتب الاوريجينال برنسبل اماونت، كم قيمه البرنسبل الاصليه؟ 100,000، اوكي. عقب قال عندنا انفليشن كم؟ 1% انفليشن. فايش بنسوي؟ بناخذ ال 100,000 هذه نضربها في ال 1% عشان نشوف كم عندنا قيمه الانفليشن. فبنضرب 1% ملتبلاي باي 100,000 بيعطينا 1,000. هاي ال 1,000 هي قيمه الانفليشن، التضخم اللي صار. فقيمه النيو برنسبل، النيو برنسبل اماونت بتكون كم؟ 100,000 زائد هاي ال 1,000 بتصير 101، 101,000. هذه قيمه النيو برنسبل. عقب ما طلعت النيو برنسبل بطلع الكوبون بيمنت. الحين شلون اطلع الكوبون بيمنت؟ نعرف ان احنا نضرب قيمه الكوبون ريت، اللي هي الكوبون ريت نضربها في البرنسبل اللي هو الفيس فاليو. فاحنا كان عندنا كم؟ 3% annual coupon rate. واحنا قلنا tips، التبس والستربس والتي نوت دائما سيمي انوال، واوريدي ذكر في السؤال. ف 3% بنقسمها على 2 بتصير 1.5. ف 1.5% نضربها في الاماونت اوف برنسبل، اي اماونت اوف برنسبل؟ النيو، القيمه الجديده حق البرنسبل اللي هي 101، نضربها في 1.5 بيعطينا الجواب 1515. هذه اول بارت. بارت بي، second coupon payment if the expected inflation is 2% during the second 6 months. فايش بسوي؟ نفس الطريقة. أول شيء كم البرنسبل عندي؟ هاي يعني بارت بي متعلق ببارت اي، فكم البرنسبل عندي؟ 101,000 اللي طلعناه هني، أوكي. بنضيف عليه نسبة الانفليشن، كم قال الانفليشن هني؟ قلنا نعدلها بتصير الانفليشن 2%. فبنقول 2% multiply by the amount of principal اللي هي 101,000 بيعطينا الجواب 202. هذه قيمة الانفليشن، بضيفها على 101 بيعطيني هاي الجواب. باخذ النيو برنسبل بضربه في قيمة الكوبون اللي هي قلنا كم؟ 3% over 2 عشان انها سيمي انوال، بتصير 1.5 multiply by 103020 بيعطينا الجواب. هذه اول فكرة او اول بورد في العملي مال chapter 8. نروح حق سؤال ثاني نفس الطريقة. if an investor purchases a tips note، حين عندنا tips note بعد نفس الشيء tips strips t note كلهم سيمي انوال with 8 years as maturity، يعني عندنا ال n تساوي 8 وهني مكتوبة 2.5 as a coupon، عدلوها بتصير 5% as a coupon. هني بتصير 5% as a coupon وعندنا 100,000 face value، okay. Part A، calculate the first coupon payment if the semi-annual inflation during first 6 months is 2%. عطانا الانفليشن 2%، فش بسوي؟ أول شيء بكتب ال original principal amount كم؟ 100,000 في السؤال، أوكي، وهي هني. نضيف عليها قيمة الانفليشن، كم قيمة الانفليشن؟ 2% من 100,000، أوكي. نضرب 2% في 100,000 بيعطينا 2,000، نضيفها على ال 100,000 بيعطينا 102,000. هذا قيمة ال new principal. عقب ما طلعت قيمة ال new principal، شلون أطلع ال first coupon payment؟ اضرب قيمة الكوبون، اضرب الكوبون ريت، نسبة الكوبون ريت اضربها في النيو برنسبل. كم كانت الكوبون ريت؟ قلنا هنا نعدلها بتصير 5%، نقسمها على 2 بتصير 2.5. فبضرب 2.5% multiply by 102,000 بيعطينا الجواب. هذه بارت A. بارت B، calculate the second coupon payment if the semi-annual inflation after first coupon payment is 1.5. نفس الشيء، اعطاني الانفليشن 1.5، فش بسوي؟ بكتب هني الاوريجينال برنسبل اماونت اللي هي 102 اللي طلعتها فوق،
بضيف عليها قيمة الانفليشن. كم قيمة الانفليشن؟ بقول 1.5% multiply by 102,000 بيعطيني هاي الجواب، أضيفه ويا 102,000 بيعطيني الجواب مال النيو برنسبل عقب ما صار انفليشن 1.5. حين طلعت قيمة البرنسبل عقب الانفليشن، بارد أضرب قيمة الكوبون ريت أو نسبة الكوبون ريت بضربها في النيو برنسبل بيعطيني الجواب. الحين نروح السؤال اللي عقبه. عندنا هني شيء أحس حق chapter 4، يعني شيء قديم بس نمر عليه. عندنا tips note بتكون with inflation و t note بتكون without inflation، وهني في معادلة مالت ال inflation ال b e equal i minus r، وفي الفشر equation كذي مال chapter 4 أعتقد. هذه 1 plus i over 1 plus r minus 1. طبعا هني في السؤال عندنا assume that yield on 5 years t note is 3.49 and the yield on 5 years tips note is 1.1. calculate the expected rate of inflation. هني قانون مباشر وتعويض. انا ما ادري ليش بالضبط ان خذينا ال i 3.49 هني والR خذينا 1.1، ما اتذكر بالضبط بس خذيت الفكرة ان قلت ان الI بتكون الاكبر والR بتكون الاصغر، مو متأكد بس ان مشيتها كذي، فقلت ان الI اللي هي 3.49 الرقم الاكبر، النسبة الاكبر ناقص النسبة الاصغر اللي هي مالت الR بيعطينا 2.39، او بالفشر equation بنعوض بعد بيعطينا 2.36 تقريبا نفس الجواب. اوكي الحين نروح، احنا الحين خذينا التبس، الحين نروح للستربس. ناخذ مثال على الستربس. اول شيء هني السؤال قال if an investor purchases a T note that has 4 years maturity 6% coupon face value of 10,000 at it purchase price or and YTM of 5.8. فعندنا في السؤال قال ال N 4 years، الكوبون 6%، الفيز فاليو 10,000، والبرايس ال YTM ال I بتكون 5.8. أول شيء عندنا سؤال ثابت متعلق بالستربس، هو يقول how many strips can be created by these two T notes. لازم نعرف دائما، احنا نعرف ان تي نوت ستيبس ستريبس كلهم سيمي انيوال، فاخذوا الكونسبت دايركت. من تشوفون هاي السؤال تشوفوا كم ييرز عندنا، عندنا 4 ييرز دايركت نضربها في 2 ونزيد عليها 1، 4 ضرب 2 8 زائد 1 9. قبل لا اشوف الحل سيدي اعرف الجواب. عندي 4 ييرز، قال لي السؤال هاو ماني ستريبس كان بي كرييتد، بقول ال 4 ييرز اضربها في 2 بتصير 8، أزيد عليها 1 اللي هي قيمة الفيز فاليو بيعطينا 9 strips. أكل حل هني 8 كوبون اللي هي 4 years multiply by 2 بيعطينا 8 plus 1 هذه ثابتة، نزيد 1 هذه ثابت اللي هو نزيد 1 مال الفيز فاليو بيعطينا 9. مثلا إذا السؤال قال إنه 5 years فكم how many strips can be created 5 years، نضربها في 2 10 زائد 1 11، 10 years نضربها في 2 20 زائد 1 21، ثابت الكونسبت. اوكي بارت بي calculate the present value of strips، يبي the present value of strips. ف بالفاينانشال كالكوليتر عادي كم ال n قلنا 4 years نضربها في 2 بتصير 8، ال i 5.8 سيمي انوال نقسمها على 2 بتصير كم؟ بتصير 2.9. طبعا نكتبها في الكالكوليتر بس 2.9 بدون برسنت. عقب البريزنت فاليو نخليها صفر عشان عقب نسوي لها سولف. الفيوتشر فاليو اللي هي الفيز فاليو 10,000. عقب البيمنت، كم البيمنت؟ احنا قبل كنا متعودين ان البيمنت نضرب في 1000 ونقسم على 2، هني لا، هني الاماونت اوف برنسبل كم او الفيز فاليو 10,000، فبضرب ال 10,000 في 6% اللي هي مالت الكوبون بيعطيني 600.
600 هذه مالت الانوال اقسمها على 2 بتصير سيمي انوال اللي هي 300. اجين تسويها بطريقه ثانيه، احنا عندنا نعرف ان سيمي انوال السؤال، ف 6% كوبون كم بتصير السيمي انوال مالها؟ نقسمها على 2 بتصير 3%. ال 3% اضربها في ال 10,000 مالت الفيز فاليو بيعطيني 300، بتكون هي البيمنت، هذه قيمة البيمنت. نروح على البريزنت فاليو ونطق سولف بيعطينا الجواب بالفاينانشال كالكوليتر. السؤال اللي عقبه، هاي البارت جدا 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 مهم، هاي البارت لازم نعرف نفرق بينهم. عندنا قانون البرايس، البوند برايس، الكوبون على 1 بلس اي تو ذا باور ان، هي 1 عقب 2 3 جدي. ولازم نعرف ان في نهاية الماتشوريتي في نهاية الفترة لازم ندفع قيمة الكوبون زائد البرنسبل. يعني اشوف ناس يسألون ان ليش في الاخير ضفنا 1000، لازم في نهاية الفترة لازم يندفع قيمة الفيز فاليو، سواء كانت 1000 10000 على حسب المذكورة في السؤال. الحين بنشوف السؤال ونطبق، بس لازم نعرف هاي النوت. اذا السؤال طالب يقول if they say calculate the coupon payment at the end of the year، اذا قال هاي الكلمة at the end of the year او at the end، معناتها ان ال n اللي عندي بضربها في 2. اوكي ال n بضربها في 2. بس اذا قال لي the second coupon payment او the third the fourth، هلون على حسب the second the third. إذا قال مثلا the second فما بضرب ال n في 2، بحطها نفس ما هي. قال the second بخلي ال n 2 to the power 2 في القانون، هي التعويض. يعني هي إذا قال لي the second فبقول to the power 2 عادي، بس إذا قال لي at the end of the year 2 بضرب ال 2 في 2 بيعطيني 4. كذي الفكرة. إذا قال second coupon payment بخلي ال n باثنين، اذا قال the third coupon payment بخليها بثلاثة، the fourth بخليها باربعة عادي. حين نروح لسؤال ونطبق على هاي النوت المهم وبنعرف ان شاء الله شو السالفة. هني قال if an investor purchases a T note، if an investor purchases a T note converted to into strips، if the T note has maturity of 5 years، ال N 5 6% as a coupon، ال face value 10,000، ال YTM 7%. أول سؤال اللي قلناه من قبل، how many strips can be created؟ طبعا جدا سهل، كم years؟ 5. قلنا شنو الطريقة؟ 5 نضربها في 2 بتكون 10 زائد 1 11. كم الجواب هني؟ 11، يعني كلامنا صح. اكو مكتوب هني ان 10 كوبونز اللي هي مالت ال 5 years نضربها في 2 بيعطينا 10 زائد الواحد الفيز فاليو ثابت بيعطينا 11. calculate the present value of strips، يب ال present value مال strips نفس الشيء، ال n 5 multiply by 2 10، ال i 7% over 2% equal 3.5. طبعا الاي يمكن في واحد يتخربط بين النسبه مالت الاي والنسبه مالت الكوبون بيمنت، فالسؤال تكون واضحه ان 6% as a coupon والاي اللي هي الواي تي ام yield to maturity اللي هي 7%، شلون نفرق بينهم؟ فالاي 7% over 2% equal 7% over 2 equal 3.5. present value نخليها بصفر عشان بعدين نروح نطق عليها solve. future value في السؤال 10,000، لحد يتسرع ويكتب لنا دائما future value 1,000، يشوف على حسب ال phase value اللي في السؤال 10,000. ال payment نفس ما قلنا، عندي كم 10,000 بضربها في الكوبون اللي هو 6 بيعطينا 600، اقسمها على 2 حق السيمي انوال، او بالطريقة الثانية ان دايركت اقول 6% هذه annual فبقسمها على 2 بتصير 3%، اضربها في الفيز فاليو اللي هي 10,000 بيعطينا 300. كم واضح هني؟ اروح على البريزنت فاليو واطق سولف بيعطينا الجواب. هني طبعا هاي الجدول طويل، دكتورة سماتي كانت سوت هاي الجدول، قالت بس حق التوضيح مو مطلوب مننا في الامتحان لا نسوي هاي الجدول ولا اي شيء.
فإذا احتاجنا بنرجع حق هاي الجدول بعدين، حق الفهم يعني. سؤال يقول if an investor purchased a T note and converted into strips if the T note has maturity of 5 years فال N عندي 5. اوكي ال N عندي 5، الكوبون 6%، الفيس فاليو 10,000. كذي كله دكتور ما في اسئلتها متشابهه نفس الارقام بس تغير في الـ الاسئله اللي تحت هني عشان تشمل كل الافكار يعني. فالحين اعطونا ال N 5، الكوبون 6% والفيس فاليو 10,000 والواي تي ام 7%. اوكي اول شيء البورت هني طالب calculate the present value of cash flow at the end of year 4. احنا قلنا القاعدة فوق شنو؟ اذا قال لي at the end بضرب ال n في 2، فاروح هني قال لي at the end of year 4 سيده بتصير ال n هني كم؟ to the power 8. اوكي طبعا احنا نعرف القانون يقول شنو؟ الكوبون على 1 بلس i to the power n، فالكوبون كم من وين يبنى 300؟ نفس اللي فوق بالضبط 6% كوبون سيمي انوال بقسمها على 2 بتصير 3%. ال 3% بضربها في ال 10,000 بيعطينا 300، فبقول 300 على 1 بلس اي من وين يبنى 3.5؟ هي الواي تي ام نقسمها على 2 عشان تكون سيمي انوال بتصير 3.5% to the power 8. من وين يبنى ال 8؟ لانه قال في السؤال at the end of year 4، فقدام انه قال at the end معناته ال n نضربها في 2، 4 years multiplied by 2 equal 8. اوكي تعوض بالقانون بالكالكوليتر بيعطينا الجواب. البارت اللي عقبه calculate the present value of cash flow at the end of year 5، نفس الطريقة بس هني لازم نلاحظ شيء، هني كم years عندي؟ 5 years عدل، يعني نهاية الماتشوريتي. احنا قلنا في نهاية المدة وفي نهاية الفترة لازم نجمع ويا الكوبون قيمة الفيز فاليو، فهني بنقول 300 الكوبون زائد قيمة الفيز فاليو هي 10,000. القانون نرجع حق القانون الكو كوبون بلس ذا فيز فاليو في نهاية الفترة. الحين بنقول 300 كوبون بلس 10,000 فيز فاليو اوفر 1 بلس اي اللي هي 3.5 to the power 10. ليش كتبنا 10 ما كتبنا 5؟ لأنه قال at the end of year 5، فنضرب ال n في 2، 5 multiplied by 2 equal 10 years بالكالكوليتر بيعطينا الجواب. نفس الشيء هني at the end of year 2، فايش بسوي؟ الكوبون 300 على 1 plus i to the power n اللي هي 4، لأنه قال at the end، فبقول 2 years multiplied by 2 equal 4، فال n تساوي 4 وبالكالكوليتر نطلع الجواب. السؤال اللي عقبه يقول a T note with 6 years، الحين او الحين ما كملنا السؤال، قال 6 year maturity how many strips can be created؟ 6 ضرب 2 12 زائد 1 13، كم الجواب هنا؟ 13، كلامنا صحيح. نكمل السؤال T note with 6 year maturity 5% as a coupon ال YTM equal 6.25 وال face value 10,000. أول شيء قال how many strips، يعني هاي باختصار السؤال بس إن السؤال كامل يكون how many strips can be created from this T note. ف how many strips can be created 12 coupon من وين يبنى 12؟ اللي هي 6 multiplied by 2 equal 12 plus 1 face value، الجواب يكون 13. ال 1 face value بتكون ثابتة نفس ما قلنا. بارت B the present value of all strips، يعني يبي ال PV في ال financial calculator. N equal 6 years multiplied by 2 12، ال I equal 6.25 نقسمها على 2 بيعطينا 3.125، ولا وما نكتب هني percent في الكالكوليتر. اوكي ال payment قال لنا هني 5% كوبون. اوكي ف 5% كوبون السيمي انوال مالها كان بتكون 2.5 نقسمها على 2، ف 2.5 ملتبلاي باي 10,000 بيعطينا 250.
الفيس فاليو 10,000، البريزنت فاليو نروح على البريزنت فاليو ونطق سولف بيعطينا الجواب. بورت سي بريزنت فاليو اوف ذا ثيرد كوبون بيمنت، نرجع حق النوت المهم اللي قلنا عليه فوق، اذا قال ذا سكند كوبون بيمنت او ذا ثيرد كوبون بيمنت اي شيء فمعناته انه شنو بنقول هني at present value for a third coupon payment. فبقول ال coupon over 1 plus i to the power n، ال coupon هو 250 payment over 1 plus i اللي هي 3.125% to the power n. ليش هني ما حطينا 6؟ لأن ما قال لي at the end of year 3، قال لي at the third coupon. اوكي at the third coupon، الكوبون الثيرد كوبون الثالث بيكون 3 years. نرجع نبي نفهم الكونسبت اكثر، نروح حق الجدول اللي قلت لكم عليه حق الفهم. هني اذا قال لي at the end of year 2، وين هذه الماتشوريتي؟ هاي نص يعني 6 months، هذه 1 year، هاي 1.5 كذي. فاذا قال لي at the end of year 2 بروح حق نهايه السنه الثانيه اللي هي ذي at the end. مو احنا قلنا اذا at the end نضرب في 2 بتصير 4، اكو قدامها 4 اوكي. بس هني إذا قال لي at the third coupon، the third coupon، the third coupon عندي هاي ال first coupon، هاي ال second، هاي ال third. ففي ال third تم لي ال n ماله 3 years. عرفتوا شلون concept؟ إذا قال لي at the end of the fourth year مثلا، فايش بروح حق نهاية السنة الرابعة هني طبيعي بضرب في 2 فبتصير 8. إذا قال لي at the fourth coupon payment ففورث ما بضرب في 4، ما بضرب في 2 عادي، فبتصير at the fourth يعني ال n equal 4، فبروح حق الرابع هني اكو 4 عادي. اوكي الحين نروح نرد حق السؤال مرة ثانية. present value of the third coupon payment، قلنا دائما نقول في ال third بنخلي to the power 3 ونعوض بالكالكوليتر يعطينا الجواب. Present port D equals the present value of cash flows. The present value of cash flows at the end of year 3. At the end. يعني تكون to the power 6. Okay. الكوبون 250 over 1 plus I to the power N اللي هي 3 years multiplied by 2. لأنه قال at the end of year 3. 36. ويعطينا الجواب. وحين عندنا مال شيء اسمه الكوربريشن بوند والمنسيبل بوند. نروح للسؤال الكالكوليشن متعلق فيه. طبعا هني عشان نحسب شيء اللي هو الافتر تاكس اي تي اللي هي افتر تاكس، وهذه البي تي اللي هي بيفور تاكس، وهاي 1 ماينس تي اللي هي التاكس ريت، التي اللي هي التاكس ريت ماخذينها من قبل كنا القانون. حين if an investor want to decide to purchase a municipal bond or corporation bond، اولا لازم نعرف فكرة يعني الفكرة مالت هاي السؤال قبل. احنا عندنا شيئين two bonds، two type of bonds، نوعين من البوند، الcorporate bond والmunicipal bond. نعرف ان الcorporate bond المتعلق بالشركات وهاللون في tax عليه ضرائب اوكي، بس المunicipal bond المحلي او حكومي شيء كذي انه فري تاكس، ما في تاكس عليه، يعني التاكس ريت ماله صفر، ما في، ما يدفع ضرائب اوكي. فالحين اذا انا شخص، اذا انا انفستور، اذا قالوا لي تاخذ بوند وتدفع عليه ضرائب ولا تاخذ بوند وما تدفع عليه ضرائب، اي واحد بختار؟ بختار طبعا اللي هو الفري تاكس اللي ما عليه ضرائب. بس هل في كل الحالات اختار البوند اللي ما عليه ضرائب؟ مو في كل الحالات، لان كل بوند إذا أنا باخذ بوند بيرجع لي ريتيرن اللي هو اليلد، فأنا بشوف أي بوند يرجع لي ريتيرن أكثر، يرجع لي فلوس أكثر أوكي. فهنا الحين بنشوف السؤال، قال if an investor wanted to decide to purchase a municipal bond or corporate bond، إذا عندنا investor يبي يقرر إنه يشتري municipal bond أو corporate bond أوكي، وعنده هاي الأرقام. if the yield on coupon corporate bond is 6%، يعني الريتيرن مال الكوربريت بوند 6%
اوكي اند ذا municipal بوند از 5%. فحين قبل لا نشوف الانفليشن عندنا الكوربريت بوند اليلد ماله 6%، اوكي، والمنسبل بوند الريتيرن ماله كم؟ 5%. فباخذ الريتيرن الاعلى اللي هو الكوربريت بوند، عدل؟ بس هنا عقب في السؤال قال شنو؟ if the tax rate is 35% which bond will be choose. اذا قال ان التاكس ريت 35% هني في السؤال ما حدد لي، قال ان هاي التاكس ريت حق الكوربريت بوند ولا حق المنسبل بوند. اوكي ركزوا وياي في هالبارت. في السؤال قال 35% as a tax rate، ما حدد لي حق الكوربريت بوند ولا حق المنسبل بوند. شلون اعرف؟ لازم اكون عارف الكونسبت ان المنسبل بوند فري تاكس ريت، ما فيها تاكس ريت. اوكي فال 35% بتكون متعلقه بالكوربريت بوند، فدام انها متعلقه بالكوربريت بوند فايش بنسوي الحين؟ بنقول الكوربريت بوند تساوي البيفور تاكس، يعني البيفور اللي هي كان 6% اليلد 6% ملتبلاي باي 1 ماينس تاكس ريت اللي هي 35%. قانون وتعويض، ما في اي شيء. نبي نطلع الافتر تاكس، يعني الاي اللي هي اليلد افتر تاكس. انا الحين عندي مثلا باخذ لي 6% ريتيرن، فابي اعرف كم باخذ الريتيرن، كم بيكون الريتيرن مالي عقب ما ادفع ضرائب. فبقول 6% بضربها في 1 ماينس التاكس ريت بيعطيني 3.9. اوكي وعندي قبل في السؤال قال ان المنسبل بوند الريتيرن ماله كم؟ اليلد قال 5%. احنا نعرف ان المنسبل بوند ما يتعدل فيه لانه ما في تاكس ريت. فالحين صار عندي التو اوبشنز، الكوربريت بوند اليلد ماله 3.9% والمنسبل بوند اليلد ماله 5%. فانا كانفستر اي ويل تشوز ذا municipal بوندز لانه هاز ذا هاير ييلد. انا بختار البوند اللي بيرجع لي فلوس اكثر، اللي بيجيب لي ريتيرن اكثر. اوكي فبختار المنسبل بوند. The investor will choose the municipal bond. اوكي هذه اول بورت فكرة ان المنسبل بوند الافضل. خل نروح نشوف فكرة ثانية. قال yield of corporate bond is 5 years. اوكي الكوربريت بوند اليلد ماله كم؟ 5 years. واليلد on municipal bond 3%. 5 years. الكوربريت بوند اليلد ماله كم؟ 5%. واليلد اون municipal 3%. اوكي واعطاني تاكس ريت 35%. نفس السؤال يقول ان في انفستور يبي يقرر يختار يا كوربريت بوند او municipal بوند، فاي واحد بيختار؟ بنحسب الكوربريت بوند افتر تاكس، وبقول ال 5% multiplied by 1 minus tax rate اللي هي 35 بيعطيني 3.25%. اوكي 3.25%. واحنا نعرف قبل ان المنسبل بوند الريتيرن ماله كم؟ اليلد ماله كم؟ 3. فانا كانفستر بختار بوند في 3.25 يلد ولا 3 بس؟ باخذ الاعلى اللي هو الكوربريت بوند. اوكي انا في الكوربريت بوند بدفع تاكس بس في النهايه بيجيني ريتيرن اكثر، بس في المنسبل ريتيرن اقل، فباخذ الريتيرن الاعلى اللي هو مال الكوربريت بوند. اوكي هذه فكره، هذه فكره الكوربريت بوند والمنسبل بوند مال الكالكوليشن. طبعا هني كله حكي نظري، وذي بعد نظري مو في كالكوليشن، كذي الكالكوليشن مال تشابتر 8. زين الحين نروح حق chapter 10 equity market. هاي الصفحة كلها نظري، بس أول شيء عدلوا هني preferred stock. اوكي هاي الكلمة هني preferred stock، وهني بعد preferred stock، وهني بعد preferred stock. اوكي هاي بس كتعديل. حين نروح حق الكالكوليشن، calculating price of preferred stock dividend fixed. اذا عندنا في حالة ان dividend fixed عندنا قانون ال price of preferred equal dividend over r. شنو هي r؟ required rate
required rate of return. اوكي قانون التعويض مباشر ما فيها اي شيء. الحين السؤال يقول if a preferred stock has شنو وضع الكلمة of a $5 dividend. اوكي dividend if a preferred stock have a dividend of $5 يعني هذا هي D, the required rate of return is 10%. calculate its price. اوكي فبقول قانون عادي dividends over ال rate of return required rate of return. طبعا هني بس تعديل مسحول بالبرسنت هني بالغلط يمكن مكتوبة, هي بتكون $5 over 10% بيعطينا 50%. اوكي $5 over 10% بيعطينا 50 دولار مو 50% $50. اوكي بس تعود مباشر. هذا السؤال نفس الفكرة بس انه اعطانا قيمة الدي مجهولة. فقال if the current price of preferred stock is 100 فمعناته ان البي equal 100 and the required rate of return by the investor is 6% فالR 6. how much dividends if is paid on preferred stock فيبقى قيمة الدي الديفيدند. فبقول ال B equal D over R 100 equal D over 6% ضرب تبادل عادي بتصير 100 ضرب 6% بيعطينا $6 حق الديفيدنس. اوكي حين هذه كان بالنسبة للبريفرد ستوك. الكومن ستوك فالويشن عندنا ثلاث حالات, هذه نفس ما هو مكتوب جدا مهم. ثلاث حالات عندنا, حالة النو جروث ان ديفيدنس وحالة الـ constant growth وثالث حالة اللي هي الـ variable growth. اوكي يعني شنو كل واحد منهم بنعرف, كل واحد منا له طريقة في الـ calculation سهل بس اللهم انه يمكن فيه شوي طويل شوي بعدين مال الـ variable growth. هاللون now no growth in dividends معناته ان الـ dividends ثابتة بعد, fixed dividends are fixed and no change forever. Every year will be same dividends يعني D0 نفسها D1 نفسها D5 نفسها أي شيء. فهني ما نداعي أن نكتب D1, نكتب بس D. فالD على الR. Okay, the price of common stock نفس القانون مال preferred اللي قبل, الD على الR ما نداعي أن نكتب 1 هني لأن already D1 نفسها D2 نفسها D1000 نفسها أي شيء لأن dividends ثابت. فالسؤال بيذكر بعد أنه ثابت ما في تغيير يعني. حين هاي القانون نروح نشوف سؤال ونعوض عليه. كم مكتوب هني paid forever. فالdividends will paid forever يعني الdividends ثابته. فما تفرق D1 ولا D0 وهالسوالف. لأن D1 لها طريقة بعدين إن شلون نحسبها. إن D1 equal D0 multiplied by 1 plus D. أوكي؟ ففي السؤال ما تفرق أعطاني D0 D1 عادي. الحين سؤال شلون أفرق بين D0 D1 أصلاً؟ ال D1 بتكون شيء, ال D0 بتكون in the past يعني already paid يعني بيبين من السؤال انه خلاص شيء في الماضي. ال D1 بتكون شيء in the future expected to pay future شيء هاللون. اوكي بيبين في السؤال if a firm announced that a dividend payment of $5 to be paid this month and promise that this dividends will be paid forever. معناته paid forever يعني no growth in dividend. If the required rate of return is 10%, calculate the current market price of common stock. القانون D over R. D $5 over R اللي هي 10% بيعطينا 50. جدا 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 direct. سؤال ثاني نفس الشيء بعد. If a firm paid at this dividends $8 last year, we expected that dividends will continue at the same يعني نفس الشيء forever يعني dividends ثابت. يعني احنا في اول حالة اللي هي no growth. اوكي عقب قال the rate of required is 12%. فاذا هذه 12% 8 اللي هي D dividends على ال required rate of return اللي هي 12% بيعطينا الجواب.
هذه أول حالة اللي هي no growth، جدا بسيطة وجدا سهلة. نروح حق ثاني حالة اللي هي ال constant growth in dividends. الحين في حالة ال constant growth of dividends القانون بيكون كالتالي: ال price equal D1 over R minus D. لازم هني تكون D1. كيف في حالة ال constant growth هذه لازم تكون D1. يعني إذا في السؤال أعطاني قيمة ال D0 ما أستخدمها، أستخدم قيمة ال D1، أطلع قيمة ال D1. الحين بنعرف شلون نطلع قيمة ال D1. أوكي، سؤال يقول a dividend of $3 is anticipated from a firm next year. The dividends are expected to grow at 20% forever. يعني قال ان 20% forever، يعني هذه الجروث ثابتة، اسمها constant growth in dividends. العنوان اللي فوق اللي هو دي constant growth in dividends، constant يعني شيء ثابت، ف constant growth in dividends 20%. required rate of return is 20. calculate the B 25. calculate the price. فال price يكون D1 اللي هي 3، اوكي، $3 over 25% اللي هي R minus G اللي هي 20%، بيعطينا الجواب. حين شلون عرفنا انه هون 3D1 مو D0؟ اكيد في احد سأل الحين شلون، لانه قال هني from a firm next year، فشيء متعلق بالفيوتشر فبتعتبر D1. اوكي، حين السؤال اللي عقبه هني اعطانا D0، قال calculate the price of common stock if a firm experience 10% growth in dividends each year. يعني كل سنة 10% 10%، فمعناته إن constant growth. If the required rate of return is 12%, the most recent dividend was $6. يعني شنو was؟ was تتعلق بالماضي. Okay. فقال ان الديفيدنس كان $6، ستة، فكان ستة معناته ان هذه هي دي زيرو. ما علي، يمكن مثلا احد ما فهم ان ليش دي زيرو. فحين the most recent dividends was $6، هاي الجملة فيها شيء يدل ان هي مالت الفيوتشر؟ لا، فمعناته ان هذه دي زيرو. اوكي، was 6% يعني كانت $6، فهذه هي دي زيرو. حين دام اني عندي دي زيرو ابي اطلع دي وان، حاولوا تكتبون القانون عندكم ان دي وان ايكوال دي زيرو ملتبلاي باي وان بلس جي. اوكي، فدي زيرو انزين، دي زيرو ايكوال سكس، دي وان شلون بطلعها؟ قلنا دي زيرو ملتبلاي باي وان بلس جي، فدي زيرو اللي هي ستة في واحد زائد الجي اللي هو 10%، بيعطينا 6.6. هذه تمثل قيمة ال D1. الحين عقب ما طلعت قيمة ال D1 بروح أعوض في القانون عادي، D1 over R minus G. ال R هي 12%، ال G اللي هي 10%، بيعطينا الجواب. هني توضيح، عقب ما طلعنا ال D1 أبي أطلع ال D2 شلون؟ بقول ال D2 equal D1 multiplied by 1 plus G، بيعطيني الجواب. D3 اخذ القيمة مال D2 واحطها هني واضرب في 1 بلس D يعطيني الجواب، and so on. اوكي، ثالث بارت هو طويل شوي بس سهل ان شاء الله، بكمل هاي البارت بس عقب الصلاة ان شاء الله وتقبل الله. بوقف الفيديو الحين وعقب الصلاة ان شاء الله بكمل. انزين نكمل. خذينا طبعا اول اثنين اللي هو البرايس مال الكومن ستوك في حالة انه no growth، الحالة الثانية في حالة الكونستانت growth، حين الحالة الثالثة والأهم اللي عادي أو احتمال عود انها يتي لأن فيها شوي شغل، الثالثة اللي هي variable growth. يعني عندنا more than one growth dividends. يعني الحين بنشوف السؤال، القانون مالها شلون؟ كالآتي، نقول D1 على R1 بلا هني في واحد على 1 بلس R to the power N اللي هو واحد، D1 هني، D2، D3 لين ما، يعني على حسب السنين اللي عندنا في السؤال. اوكي، هني مثلا عندنا آخر شيء D5، فهني D5 الباور مالها 5، لا، ف
فسي للباور اللي هني بيكون نفس الشيء 5 بعد. اوكي بنعرف اكثر الحين. عقب ما نسوي ذي بنقول زائد دي 6 على ار ماينس جي. ليش دي 6؟ دي 6 هذه تمثل الديفيدنس في حاله ان الجروث صار فيكست خلاص، صار كونستانت، صار ثابت. فهني صارت حاله الانيشال جروث اللي في البدايه، وهني من صار الجروث كونستانت بنسوي هاي الشيء. فبقول دي 6 اوفر ار ماينس جي ملتبلاي باي 1 اوفر ار بلس 1 اوفر 1 بلس ار تو ذا باور 5. من وين؟ ليش حاطين هني 5؟ على حسب البيمنتس اللي هني. هني اخر بيمنتس كان 5، بنحط هني بعد 5. ما عليه، بنطبق في سؤال بتكون الصورة اوضح واسهل. هني السؤال يقول if a dividend of 2.5 is expected next، مو next شنو ذي، بس انها expected يعني هاي متعلق بشنو؟ متعلق بالفيوتشر، فهذه تعتبر دي 1. اوكي expected next expected these dividends will grow at 15% grow at 15% for the first 3 years. اوكي حق اول 3 سنوات يعني دي 1 ودي 2 ودي 3 بيكون الجروث 15%. اوكي اكو فوق 15% for the first 3 years. اكو عندنا the first 3 years هني اكو هما D1, D2, D3 الجروث مالهم بيكون 15% حين. And then settle down to constant growth. اكو عندنا هني constant growth rate of 5% forever. اوكي فصار عندي عقب السنة الثالثة يعني من السنة الرابعة، من السنة الرابعة بيكون عندي شنو الجروث 5. ونسوي نحسب دي 4. ليش دي 4؟ ان اخر شيء كان عندي دي 3 اللي عقبها دي 4. من دي 4 ورايح بيكون الجروث كونستانت اللي هو 5%، لان قال هني 5% forever. عقب قال the required rate of return is 10%. calculate the price of common stock. بنيجي بنطبق القانون، بس قبل لا نطبق القانون نطلع قيمة الدي 1 و 2 3 و 4. انزين الدي 1 2.50 هذه given في السؤال. اوكي وعطانا given بعد ان الجروث 15% حق اول 3 سنوات يعني حق دي 1 ودي 2 ودي 3. عقب قال من عقب السنة الثالثة يعني من السنة الرابعة صار الجروث constant فصار 5%. فمن السنة الرابعة ورايح دي 4 ورايح بيكون الجروث كونستانت. فشلون خطوات الحل؟ اول شيء نقول دي 1 ايكوال 2.5 هذا من السؤال. نحسب دي 2. شلون نحسب دي 2؟ بيكون قانونها دي 2 ايكوال دي 1 ملتبلاي باي 1 بلس جي. فدي 1 كم؟ بننزل دي ونحطها هني بتصير 2.5 ملتبلاي باي 1 بلس. احنا الحين عندنا 15% و 5%، ناخذ اي واحدة منهم؟ ناخذ ال 15% مالت الفيرست 3 years. فباخذ ال 15% هذه بحطها هني. اوكي حق دي 2 2.5 ملتبلاي باي 1 بلس جي اللي هي 15% ايكوال 2.87. اخذ هاي 2.87 واحطها هني اوكي عشان احسب الدي 3، لان قانون الدي 3 يقول D3 equal D2 multiply by 1 plus G. فباخذ ذي الرقم بنزله هني وبحط 1 زائد 15% equal 3.3. حين حسبت حق سويت D1 D2 D3 أسوي حين D4 نفس الشيء، باخذ ذي الرقم وبحطه هني 3.30 multiply by 1 plus G. كم الجروث قال عقب السنة الثالثة؟ 5%. فباحط هني 5%. اوكي بيعطينا الجواب 3.46 حق D4. بس ما يحتاج احسب D5 ولا شيء، بس حدي ليه D4 هني عشان السؤال، لان السؤال قال اول 3 سنين الجروث 15 فطلعنا مال اول 3 years dividends. عقب قال من السنة الرابعة 5% فحسبنا مال السنة الرابعة. الحين نروح نطبق في القانون D1 over 1 plus I to the power N. D1 2.50 over 1 plus I. طبعا الـ I ذي ثابتة اللي هني كلها ثابتة. ليش؟
الاي دي 10% 10% 10%، لان القانون يقول شنو كلها ار، سوري مو اي ار، هي نفس الشيء تختلف من ماده لماده في 320 كانوا يسمونها اي، فالحين ار ار ار، فبنحط هني الار كم الريكوايرد هي 10%، اوكي 10%، فبحط هني 1 بلس 10% تو ذا باور 1، هاي السنة الأولى. السنة الثانية بحط 2.87 يعني تقريبا 2.88 over 1.1 اللي هي 1 زائد 10% to the power 2 لأن هي السنة الثانية. السنة الثالثة بأخذ 3.30 over 1 plus 10% to the power 3. حين هذه قلنا مالت الانيشال، الحين نسوي مال الكونستانت. قلنا هني نحط الدي 4 اللي عقب، كيف الدي 4 يعني مو شرط انه دي 6 ولا 4، على حسب من يبتدي الكونستانت نحط قيمة الدي اللي هي صار عندها كونستانت، يعني دي 4 صار عندها كونستانت نحط هني قيمة مال الدي 4، فكم قيمة الدي 4 3.46 over r minus g، ال r اللي هي 10% required rate of return minus الg الجروث، ناخذ الجروث 15% ولا 5%، احنا قاعدين نحسب حق الكونستنت هني، فناخذ القيمة مالت الكونستنت اللي هي 5% multiply by 1 over 1 plus r اللي هي 10% to the power 3 هني to the power 3، اوكي مكتوبة 3، ليش 3؟ لان عندي هني 3 payments 1 2 3، اوكي فناخذ هني بعد نفس الشيء لان هني بعد الرقم 3 فخذينا حطينا نفس الرقم هني 3، اوكي تعويض بالكالكوليتر بيعطينا الجواب هاي ال 3 payments هذه الناتج مالهم زائد هذه القوس هاي الناتج ماله والتوتال بيكون ذي الجواب. هذه فكرة أول فكرة في الكونس في الفاريابل جروث. نروح سؤال ثاني بعد في الفاريابل جروث، اوكي الفاريابل جروث عندنا a dividend of $3 is paid recently by a firm. recently يعني يندفع حالا، الحين الحين قاعد يندفع فهو يعتبر دي زيرو. الدي زيرو قلنا تتعلق بالباست او انه شيء الحين، دي 1 شيء حق الفيوتشر، ف دي 0 3 عقب قال باي افيرم اند ذا ديفيدنس ار اكسبكتد تو جرو افتر ذس ديفيدنس فور 4 ييرز، فقال 4 ييرز ات 20%، فعندنا اول 4 سنوات الجروث مالهم 20%، اول 4 سنوات الجروث مالهم 20%، اوكي كو فوق 4 years at 20% D1 D2 D3 D4 الجروث مالهم الجي مالتهم 20%. عقب قال then settle down to a constant growth constant of rate of 8%، فصار عندي 8% constant، تبتدي من اي دي؟ تبتدي من D5 with 8% D5، اوكي اجيب قال the required rate of return is 10%، calculate the price of common stock. فقبل لا نحط القانون نشوف المعطيات عندي في السؤال، عندي D0 equal $3، D0 equal $3، الجروث 20% حق اول 4 سنوات يعني D1 D2 D3 D4، عقب الجروث حق الجروث الكونستانت the constant growth from the fifth year to the end يعني من السنة الخامسة للنهاية يعني من D5 ورايح، فعندي D1 D2 D3 D4 الجروث مالهم 20، من D5 الكونستانت growth equal 8. الحل بقول أول شيء أعطاني D0 3 لا، حين بطلع D1 قانونها D0 multiply by 1 plus G، فبحط ال 3 هني بنزلها هني ضرب 1 زائد 20%، كلهم من D1 لدي 4 بيكونوا 20% لأنه قال حق أول 4 سنوات، فالجواب بيطلع هني 3.6، بنزل 3.6 هني و 1 بلس جي يعطيني الجواب، آخذ هاي الجواب بنزله هني
وأعوض، هاي الجواب، أنزله هني وأعوض عادي. أروح حق دي فايف نفس الشيء، باخذ ذي الجواب أحطه هني 6.22 1 ضرب 1 ملتبلاي باي 1 بلس 8%، لأنه قال عقب السنة الرابعة صار كونستانت جروث وذ 8%، فبحط هني 8%. ال 8% ذي بتكون هني. اوكي الحين عقب ما سوينا، عقب ما طلعنا قيمة ال دي 1 و 2 و 3 و 4 و 5، اروح اعوض في القانون دي 1 over 1 plus i، ال i قلنا ثابتة هني 10% حق كلهم. اوكي نحط كل واحد واحد من، يعني 3.6 هني، 4.32 هني، 5.18 هني، 6.22 هني، ونحط على 1 plus g، وهني السنة الأولى 1 2 3 4 زائد الحين مالت ال constant growth، نحط القيمة مالت D5 اللي صار عندها ال growth constant ثابت، فبقول 6.72 over R minus G، ال R اللي هي 10% minus G for the constant growth اللي هي 8% multiplied by 1 over 1 plus R اللي هي 10% to the power 4، لأن هني عندي 4 payments، أو أن عندي هني to the power 4 آخر شيء، فبحط هني to the power 4. أوكي وتعوض بالكالكوليتر بيعطينا الجواب. هذه ثاني مو ثاني فكرة، نفس الفكرة الأولى بس إنها أطول شوي، فيها more dividends. الحين الفكرة الثالثة اللي فيها شوي، فيها ثلاث نسب، جنة في إيه فيها ثلاث نسب. الحين السؤال يقول a firm paid a dividends of $5 recently، يعني هذه $5 dividends تعتبر شنو؟ نفس اللي فوق تعتبر دي زيرو. عقب قال and these dividends are expected to grow 20% 20% حق كم سنة؟ كم سنة؟ for the next 4 years، يعني حق أول 4 سنوات هني عندي الـ growth 20%. عقب قال for the next 4 years then two growth rate of 12% for 2 years. عقب قال سنتين 12 years، يعني أول شيء قال حق أول 4 سنين 20%، يعني D1 D2 D3 D4 20%. أوكي D5 D6 اللي هو السنتين اللي عقب 12%. عقب إيش قال؟ عقب قال and settle down to a constant growth rate of 8% forever، يعني من اي دي بيبتدي الكونستانت؟ هني كان اخر شيء دي 6، فدي 7 ورايح بيبتدي الكونستانت جروث with 8%، واعطانا ان required rate of required rate of return equal 10%. calculate the price. اول شيء عندي في السؤال دي 0 equal 5، الجروث حق اول 4 سنين 20%، حق السنتين اللي عقب يعني D5 و D6 12%، حق آخر سنة أو إن من عقب D6 صار constant، ف D7 constant growth with 8%. الحين أول شيء D0 5، لا الحين بحسب D1 D2 D3 4 5 6 7. D1 باخذ الخمسة، بحط خمسة في واحد زائد أول 4 سنين بيكون البرسنت 20 عادل، عقب السنتين اللي عقب بيكون 12، والسنة مالت الكونستانت جروث 8. تعويض عادي، الرقم ذي أنزله هني، وعقب أحسب الرقم ذي أنزله هني، and so on نفس الشيء كلهم. الحين عقب ما حسبت من D1 لدي 7 أي أطبق في القانون، من D1 لدي 6 نفس الحاسبة. أوكي فستة على واحد زائد 10%، يعني باخذ الأرقام من D1 لدي 6 بحطهم هنا. أوكي والR اللي هي required rate of return ثابتة 10 حقهم كلهم، تمام. عقب ما نزلت الأرقام أي حق الحين حق الconstant growth هني،
فباخذ ال 14.04 اللي هي مالت دي 7 مالت ال constant growth over r minus d اللي هي r minus g اللي هي 10% minus 8% مالت ال constant growth ضرب 1 over 1 plus i to the power كم؟ عندي هنا كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 فبحطه to the power 6 او ان هني عندي اخر باور نفس الشيء بعد 6 فبحط هني 6 اوكي وبعدين بطلع الجواب عادي وهذه تكون نهاية chapter 10 الحين نروح حق chapter 11 اللي هو عبارة عن الـ options عندنا call option bot option والاوبشن كونتراكت هاي الثلاث اشياء هم اللي فيهم كالكوليشن في الشابتر في اخر شيء في الشابتر اللي هو الفورورد كونتراكت وذي مال الفارمر دكتور اسماوثي شرحت الشيء واكيد بعد دكتور رباب بس دكتور عبد الله النوعي ما شرح لنا هاي الشيء وسالته قال ما بيكم السؤال لان انا ما شرحته فافتكينا من هالسؤال هو سهل بس انه يخربط شوي فانا اوريدي سحبت عليه يعني انزين نفس ما قلنا عندنا في هاي الشابتر ثلاث اشياء call option bot option واخر شيء option contract كل واحد له طريقه في الكالكوليشن الكول اوبشن البوت اوبشن بيكون عكس الكول اوبشن فالكونسبت بيكون موجود فبيكون سهل يعني الحين نشوف اول سؤال في الشابتر متعلق بالكول اوبشن ركزوا وياي اوكي أول شيء قال an investor purchase a call option at an option premium of $3 with a strike price of $120 فعطاني هني في السؤال أول شيء عرفت إنه قال يتكلم عن call premium أوكي عقب قال إنه البريميوم كم الأوبشن هاي اسمه option premium $3 والسترايك برايس $120 بارت A شنو طالب قال calculate the net profit or loss يعني قل لي هذه فيها profit ولا loss if the current market price of the stock is $150 فشلون طريقة او حسبة الكول اوبشن اول شيء ثابت في الكول اوبشن باخذ اول رقمين ذي وذي بحط البريميوم دائما بالسالب اوكي بحط البريميوم always minus فبحط minus 3 اللي هو مال الاوبشن بريميوم عقب بحط الاسترايك برايس بقول بعد بالسالب سالب 120 هذه مالت الاسترايك برايس اوكي عقب بحط الماركت فالي ماركت برايس اللي اعطوني اياه في السؤال هني في بارت A واحطنا هني بالموجب بقول زائد 150 اوكي اذا تلاحظون الحين هذه ماينس ماينس بوزيتيف ماينس ماينس بوزيتيف حتى في البوت اوبشن عندنا بعد ماينس ماينس بوزيتيف بس الرقم هني يتغير الحين بنعرف شلون بس الفكره اراويكم الحين انه كلها ماينس ماينس بوزيتيف ماينس ماينس بوزيتيف اوكي الحين اجين البريميوم نحطه بالسالب سالب سالب موجب فسالب البريميوم او الرقم عقب السترايك برايس عقب نحط الماركت برايس اذا تحبون تكتبون عندكم نوت في الكول اوبشن اول شيء نكتب البريميوم بالسالب عقب نحط السترايك برايس بالسالب عقب الماركت برايس نحطه بالموجب اللي هي ذي 150 بالكالكوليتر بيعطيني 27 اذا الرقم بالموجب يعني بروفيت اذا بالسالب يعني لوس اوكي هذه بارت A بارت B اذا قال لي ان كالكوليت ذا نت بروفيت اور لوس اف ذا كارنت ماركت برايس اوف ذا ستوك از 180 فاذا 180 نفس الطريقه اذا تلاحظون هني اول شيء البريميوم عقب الاسترايك 3 120 وهني بعد 3 120 نفس الشيء بس اللي يتغير هني الرقم مال الماركت برايس اللي هو 180 صار هني 180
بالكالكوليتر بعد بيطلع على الرقم بالموجب فبروفيت. بارت سي قال calculate the net profit or loss, عندنا قال the market price of the stock is 100. فإذا عندي سالب 3 بريميوم سالب 120 هذه constant أقو بنحط زائد 100. إذا بنحسب بالكالكوليتر بيعطينا minus 23. ففي فكرة هني لازم نعرفها إن البريميوم هذه 3 دولار يعني هاي القيمة اللي أنا بخسرها طبيعي. إذا أنا يعني السؤال يتكلم عن الكول أوبشن، إذا أنا سويت هاي الأوبشن بخسر، إذا أنا ما سويت الأوبشن بخسر 3 هي قيمة البريميوم. من كذي إن البريميوم دائما ماينس 3، أوكي؟ فإذا أنا ما سويت الأوبشن هذه بخسر 3، بس في حالة إن أنا سويت البريميوم بخسر 23. كذي الفكرة تنفهم، ان انا اذا ما سويت الاوبشن if I not exercise the option I will lose only 3 but if I exercise the option I will lose minus 23 خسارة 23. اوكي فبرد اعيد الفكرة مرة ثانية لان وقفت الفيديو. minus 3 هي القيمة اللي بخسرها اللي هي البريميوم اذا ما سويت الاوبشن، بس إذا في حالة أنا سويت الأوبشن بأخسر 23. فأنا حين عندي خيار ما أسوي الأوبشن وبس أخسر 3 وأسوي الأوبشن وأخسر 23، فأي واحد بختار إني بس أخسر 3. فكذي بنمسحها لذي هاللون نقول إنه it will be loss with 3 يعني minus 3 loss. هني يقول calculate the net profit or loss، الجواب ايش بيكون؟ بنقول minus 3 loss. يعني دائما لازم الخسارة ما تكون اكبر من الاوبشن بريميوم، يعني ما يصير ان الرقم ذي يكون بالماينس يكون اكبر من البريميوم. اوكي يعني ما يصير minus 23، ما يصير minus 4، ما يصير minus 3.5 هاللون. اوكي نروح السؤال عقبه. An investor purchases a call option at an option premium of 3. فعندي الoption premium 3 والstrike price هاي نفس السؤال بعد 120. هنا يقول calculate the net profit or loss if the current market price is 117. Okay. فبنقول الماينس 3 حق البريميوم ماينس 120 حق الاسترايك برايس، نضيف عليهم زائد الماركت برايس اللي هو 117 بيعطينا ماينس 6 لوس. فأي أفضل إن أنا أخسر 6 ولا بس أخسر 3؟ I will choose minus 3. فبقول الأنسر بيكون net loss with 3 دولار. أوكي الفكرة عموما إذا الرقم اللي هني طلع اكبر من البريميوم ما يصير ان اسوي اكسرسايز حق الاوبشن، بكتب بس بخسر 3. اوكي بورت اي calculate the net profit or loss if the current market price of the stock is 123. بقول minus 3 ناقص 120 هذه البريميوم هذه السترايك برايس هذه الماركت برايس بيعطينا صفر. اوكي فاذا انا عندي خيارين، الخيار الاول اني يعني اسوي الاوبشن وما اخسر شيء ولا اربح شيء، بس اذا ما سويته باخسر 3 صح؟ فالافضل اني اسوي الاوبشن وما اخسر شيء. فهني مكتوب هني ما حطيت ماينس 3 لان ما اخسر شيء صفر، افضل من اني اخسر 3. اوكي again البريميوم ماينس 3 السترايك برايس ماينس 120 عقب احط بلس الماركت برايس، فاذا سويناهم بالكالكوليتر بيعطينا صفر. فاذا انا الحين عندي if I exercise the option I will lose nothing and I will get nothing but if I exercise the if I not exercise the option I will lose minus 3. فالافضل ان I exercise the option
عشان انه ما اخسر شيء. اوكي، هذا هي الفكرة. هذه خلاص كذي خلصنا الكول بريميوم، الكول اوبشن. حين نروح حق البوت اوبشن. If an investor purchases one bot option for premium of $4, يعني البريميوم عندي 4 with a strike price of 100, calculate the net profit or loss if the current market price is 60. احنا قبل كنا نحط اول شيء في الكول بريميوم، شنو كان الكول اوبشن، شنو كنا نحط؟ نحط اول شيء البريميوم، عقب الاسترايك برايس، عقب الماركت فاليو. هني في البوت اوبشن بنغير شيء واحد، بنقول اول شيء البريميوم، هذه اوكي ثابت. ثاني شيء بنحط الماركت برايس. ثالث شيء بنحط الاسترايك، يعني بنقلب. قبل كنا نحط الاسترايك عقب الماركت برايس، الحين في البوت اوبشن بنحط البرايس، الماركت برايس عقب الاسترايك برايس. اوكي، ماينس 4 هذه مالت البريميوم. الاشارات بعد ثابتين هني، ماينس ماينس بوزيتيف، فبقول سالب البريميوم اللي هو 4 عقب سالب 60 اللي هي الماركت برايس في السؤال بارت اي، عقب نحط القيمة مالت الاسترايك برايس هني بالموجب اللي هي 100. اوكي، بس اذا فرقنا بين الكول اوبشن والبوت اوبشن نحط اي رقم اول، خلصنا كول اوبشن وبوت اوبشن خلاص، ونعرف الكونسبت مال البروفيت واللوس. ف ماينس 4 ماينس 60 بلس 100 بيعطينا 36. دام ان الرقم بالموجب فبيكون الجواب بروفيت، ف اي ويل اكسرسايز ذا اوبشن. لان اذا انا if I not exercise the option I will lose the amount of premium اللي هي minus 4, but if I exercise the option I will get profit of $36. ف better to me that I exercise the option. Part B, calculate the net profit or loss if the current market price is 120. إذا ال current market price 120 شلون أحسبها؟ بقول أول شيء في أحدد أول شيء سؤال شنو مالي put option. أول شيء أقول البريميوم ماينس 4 سالب 4 بريميوم، عقب سالب 120 مالت الماركت برايس، عقب موجب 100 مالت الاسترايك برايس. هني إذا سويت هاي الحسبة بيعطيني ماينس 24. فا if I exercise the option I will lose minus 24, if I not I will lose only 4. فا which is better to me، أن أخسر بس 4. فا بقول the answer is minus 4 loss، وبكتب أن not exercise the option. Okay. Part C, calculate the net profit or loss if the current market price is 104. نفس الشيء، أحط أول شيء البريميوم minus 4، عقب الماركت برايس 104 بالسالب، عقب أحط plus 100 اللي هي الاسترايك برايس، بيعطينا minus 8. If I exercise the option I will lose 8, if I not I will lose only 4. So which is better to me، ان اخسر بس 4. فاشخط على ذي واقول ان not exercise the option. اوكي، ملاحظة نفس اللي قبل، لازم الخسارة ما تكون اكبر من الاوبشن بريميوم. نفس اللي قبل، the loss must do not be above the option premium amount. سؤال ثاني على البوت اوبشن. If an investor purchases one bot option for a premium of 4, okay, with a strike price of 100. احنا نعرف دائما ان قيمة البريميوم هي القيمة اللي انا بخسرها عادي. اوكي، فهني سؤال قايل، هاي نفس السؤال بس انه بارت دي، calculate the net profit or loss if the current market price is 100. فأول شيء بقول minus 4 مالت البريميوم ناقص 100 مالت الماركت برايس أو الكارنت برايس الماركت برايس زائد 100 مالت السترايك برايس. اوكي، إذا سويت كذي بيطلع لي minus 4. ففي هالحالة I will exercise the option or not، يعني
If I exercise the option, I will lose minus 4. If I not, I will lose also minus 4. فكذي كذي بخسر 4. فالأفضل لي أن أسوي الشيء ولا لا؟ طبعا أنا ما بسوي، يعني أسوي شيء، يعني مثلا أسوي مجهود. يعني أنا الحين مثلا بعطيكم مثال اللي هو قالت الدكتورة سموثي عن الكويز. قالت الحين مثلا مثلا الدكتورة قالت أن بعطي الكل، إذا أنت قدمت الكويز بتحصل 10، وإذا ما قدمتها أوريدي بتاخذ 10. فلا داعي إني أروح أتعب روحي وأدرس وأشوف وأحفظ مرة شنو وأحل عشان أروح أقدم الكويز، وكذي كذي بأخذ 10 إذا ما قدمته أصلا. يعني أنا إذا ما قدمت الكويز بحصل 10، وإذا قدمته بعد بحصل 10، فليش أروح أقدم الكويز؟ أوكي، إلا إذا واحد يحب الدراسة وكذي. إنزين، فهني الفكرة، إذا ماينس 4 إذا البريميوم يساوي الهاي اللوس ف not exercise the option. أوكي، بارت E، calculate the net profit or loss if the current market price is 96. فأول شيء بحط البريميوم اللي هي ماينس 4، قيمة البريميوم كم؟ ماينس 4، عقب قيمة الماركت برايس اللي هي ماينس 96، عقب قيمة السترايك برايس اللي هي بوزيتيف 100. إذا سويت كذي بيطلع لي صفر. فـ if I exercise the option I will lose nothing and I will get nothing bad. But if I exercise if I not I will lose 4. فأي واحد أحسن؟ I exercise the option without any loss. أوكي؟ فـ I will exercise the option عشان ما أخسر شيء. فالحين بورت F يقول calculate the net profit or loss if the current market price is 150. فبقول minus 4 اللي هي البريميوم، minus 150 مالت الكرنت برايس، plus 100 اللي هي مالت السترايك برايس، بيعطينا الجواب. عدلوا هني، هي مكتوبة 54، حطوا بس ماينس، هي ماينس 54. ف if I exercise the option I will lose minus 54. If I not I will lose only 4. فأي واحد أحسن؟ إنه بس أخسر 4. فالجواب بيكون not exercise the option. If I not exercise the option I will lose only 4. Okay، هذا هو الجواب. كذي خلصنا جزئية البوت option. رفجنا على السريع، كول اوبشن بوت اوبشن. شنو الكول اوبشن؟ شلون نحسب الكول اوبشن؟ اول شيء نحط البريميوم، عقب نحط السترايك برايس، عقب نحط الماركت برايس، الاشارات سالب سالب موجب. الكول اوبشن البوت اوبشن العكس، بحط اول شيء نفس الجيمس كابل، اول شيء بحط البريميوم، عقب الماركت برايس، عقب السترايك برايس، والاشارات سالب سالب موجب. اوكي، اذا الجواب اكبر من البريميوم ما يصير، لازم يكون اقل عشان يكون بروفيت، نفس ما وضحنا فوق. نروح على اخر جزئيه مالت الاوبشن كونتراكت. ايش معنات الاوبشن كونتراكت؟ يعني is a 100 stock can buy and sell for one option contract. ايش معنات هالحكي؟ بنشوف في سؤال calculation. اول شيء الاوبشن كونتراكت المتعلق بالبوت اوبشن، اوبشن كونتراكت المتعلق بالبوت اوبشن ايش بنسوي؟ بنقول if an investor purchase one bot option contract for $50 with a strike price of 150. احنا الحاسبه قبل ان كنا شلون نحط البريميوم عقب الماركت برايس عقب السترايك برايس ونحسب. هني لا، في حالة الاوبشن كونتراكت تختلف شوي. اول شيء ايش بسوي؟ هني بقول احنا قبل، يعني اذا بوت اوبشن عادي شنو كنا نقول؟ بنقول البريميوم ماينس 50. اوكي، عقب البريميوم شنو نحط؟ نحط الماركت برايس اللي هي 100، عقب نحط الاسترايك برايس اللي هو 150. في البوت اوبشن الاول شيء اللي هو البريميوم بنخليه بروحه، وثاني وثالث شيء اللي هو الماركت برايس والاسترايك برايس بنسويه في خطوه بروحه. هني
اوكي، فبنخلي يعني تشوفها هني هالبورت بنسويها البورت بروحه ماينس 96 100 بنسويها على صوب بروحه. فهني اذا تشوفون احنا خذينا ذي على صوب ال 100 وال 150 مالت الماركت برايس والسترايك برايس خذيناهم على صوب بروحهم. اوكي فماينس 1 ماينس 100 بلس 150 بيعطينا 50. عقب ما يطلع 50 بنضرب في 100. ليش في 100؟ لانه قال لنا 1 بوت اوبشن. اوكي اذا قال لنا في السؤال انه 2 بوت اوبشن بضرب في 200، 3 بوت اوبشن بضرب في 300، 4 بوت اوبشن بضرب في 400، 7 بوت اوبشن في 700، 9 في 900 على حسب الرقم. اوكي كل 1 اوبشن يساوي 100، فاذا 1 100 اذا 2 200 هاللون. فبضرب ال 50 هذه اللي طلعت لي في 100 بيعطيني 5000. اخذ هاي ال 5000 انقلها هني. طبعا هاي 5000 بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب. فبنقلها هنا بالموجب. فماينس 50 بلس 5000 ايكوال 4950 بالموجب. فمعناته ان هذا بالموجب يعني بروفيت. فالسؤال شنو؟ السؤال يقول كالكوليت ذا نت بروفيت اور لوس. فهي نت بروفيت اوف 4950. اوكي بارت بي، calculate the net profit or loss if the current market price is 80. فنفس الشيء باخذ هني هي معكوسة السالفة. ما عليكم، اول شيء بخلي البريميوم بروحه، والثاني والثالث الشيء اللي هو الكرنت برايس او الماركت برايس والسترايك برايس بسويهم في خطوة بروحهم. فماينس 80 بلس 150 بيعطيني 70. 70 اضربها في 100 لانه قال لي 1 بوت اوبشن. 70 في 100 7000. 7000 هذه نفسها ال 5000 هني. اوكي ف 7000 بنقلها هني، هي طلعت لي بالبوزيتيف بحط بوزيتيف. فماينس 50 بلس 7000 ايكوال 6950. الرقم بالموجب يعني بروفيت. السؤال عقبه هني هالسؤال رقم صفحة كم؟ 6. اوكي هني السؤال بيكون فيه شوية تعديل. الحين بارت سي، calculate the net profit or loss if the current market price is 200. فأول شيء بسوي الخطوة الثانية والثالثة بروحهم اللي هي عبارة عن الماركت برايس بالسالب والسترايك برايس بالموجب. فالماركت برايس اللي هو 200 بالسالب زائد السترايك برايس اللي هو 150 من فوق بيعطيني ماينس 50. اوكي ماينس 50 بضربها في 100 بيعطيني ماينس 5000. فهني حطوا سالب، هني كتبوا هني سالب، فبتصير سالب 5000. عدلوا هني بتصير سالب 5000. عقب باخذ السالب 5000 بحطها هني، هني عدلوا حطوا سالب، فبتصير ماينس 50 ماينس 5000 بيعطينا ماينس 50 50. اوكي ماينس 5050 ماينس 5050. فدام ان الرقم بالسالب معناته انه لوس. اوكي هذه الشيء كنسلوا عليه، هذه حق سؤال ثاني ما له دخل. اوكي لانه وايد يسالون يقول ايش دخل ماينس 180 لوس هني، هذا شيلوه ما له دخل في السؤال. فا اجين بقول التعديل هني بتكون هني ماينس 5000 وهني بنحط سالب 5000 مو زائد، والجواب بيكون ماينس 550 فلوس، ماينس 550 لوس. فالجواب شنو بيكون حين انا if I exercise the option I will lose minus 5050، if I not I will lose only minus 50. فكتبوا الجواب هني، هو مو مكتوب، الجواب بيكون I will not exercise the option. اوكي اللوس بيكون minus 50 بس. مثال على الاوبشن كونتراكت، مثال ثاني. اوكي هاي المثال وايد حلو وفكرته حلوة وما ادري اذا بي ولا لا، بس انه في فكرة شوي. قال if an، الحين هذا المثال احنا كنا كل ذي كنا نتكلم عن بوت اوبشن مال الاوبشن كونتراكت. الحين بنروح حق الكول اوبشن اللي هو مال اوبشن كونتراكت. نفس الشيء بعد اذا 1 كول اوبشن بيصير في 100
2 في 200 3 في 300 هاللون. السؤال يقول if an investor purchase 3 call option contract at $60 for each. ركزوا على ذي وايد. For at $60 for each contract يعني حق كل contract من الثلاثة قيمته 60، ال premium ماله قيمته 60. اوكي فحق ثلاثة تم جام، ثلاثة في 60 بيعطيني 180، فقيمة البريميوم عندنا 180 حق ال 3 call option. إذا حطينا 60 minus، إذا حطينا minus 60 حق البريميوم غلط، minus 60 هذه بالنسبة حق only one call premium، هني قال لي 3 call premium، فثلاثة في 60 بيعطيني سالب 180، هذا قيمة البريميوم، هذه الفكرة اللي في السؤال. وثاني فكرة أن 3 call option فبضرب في 300 مو في 100. حين قال with a strike price of 200 calculate the net profit or loss if the current market price is 300. فاحنا قلنا شنو؟ اول شيء البريميوم اخليه بروحه، وثاني وثالث شيء اخذهم على صوب. ففي الكول اوبشن قلنا ان ثاني شيء يعتبر السترايك برايس، ثالث شيء يعتبر الماركت برايس، فاخذ الاسترايك برايس اللي هو ماينس 200 بلس الماركت برايس اللي هو 300 بيعطيني 100. اضرب ال 100 في 300، ليش في 300؟ لانه قال 3 كول اوبشن. اوكي عقب ف 100 في 300 30000، اخذ هاي ال 30000 اشارتها شنو بالموجب؟ احطها هني بالموجب، ف ماينس 180 اللي هي 60 ملتبلاي باي 3 زائد 30000 بيعطيني بالموجب 29820. دام ان الرقم بالموجب فبيكون الجواب profit in the money. اوكي الجواب بيكون profit، اسمه profit in the money. هاي الشيء قالت عنا اخر شيء دكتورة سموث انه في ال اي اكو اي اذا في الكول اوبشن اذا البروفيت اذا الجواب بروفيت نفسي بنقول بروفيت ان ذا ماني، اذا الجواب لوس بنقول لوس اوت اوف ذا ماني. اوكي حين الجواب طلع بالموجب 29820 بيكون بروفيت. اي ويل اكسرسايز ذا اوبشن والبروفيت مالي بيكون 29000. بارت بي كالكوليت ذا كرنت the current net profit or loss if the current market price is 150. فأول شيء بخلي ال minus 180 البريميم بروحة، وبحسب ثاني وثالث شيء اللي هما شنو ثاني وثالث شيء اللي هما ال strike price وال market price. عدل الاسترايك price اللي هو minus 200 plus 150 بيعطيني minus 50. ماينس 50 في 300 لأنه قال لي 3 call option فبيعطيني ماينس 15000. الماينس 15000 باخذها هني بالإشارة بتصير ماينس 180 مالت ال 3 call option، بطرحها من الماينس 15000 بيعطيني الجواب ماينس 15180. ف if I exercise the option I will lose minus 50. I will lose 15,180. If I not, I will lose only minus 180. فالأفضل إنه I will not exercise the option. فالجواب بيكون not exercise the option. أخسر 130 ولا إني أخسر 15,180. هذه خلاص. كذي خلصنا سوالفة ال option contract بالنسبة حق ال call option. فوق خذينا حين في الشابتر 11 خذينا call option و bot option وعقب option contract حق ال bot option وحق ال call option. هذه نظري السؤال ذي اللي قلت لكم عن ال forward contract والهذي دكتور عبد المنعم ما درسنا يوم فأنا مو فاهم عدل، وثاني شيء الدكتور قال لي ما بيجي في الامتحان لأن هو ما درسنا يوم. فبكذي يكون خلص chapter 11، والحين آخر تشابتر اللي هو تشابتر 13 جدا بسيط وسهل. البارت اللي في الكالكوليشن النظري اللي الحين ما شفته، ف
البورتمان كالكوليشن شنو فيه؟ في عندنا قانون واحد، وهو هذه اشوفه قانون، بس ما شفت ان الدكتوره سموثي طبقت عليه شيء. كيف ما اعتقد انه بي كالكوليشن، يعني سؤال مال الكالكوليشن في الشابتر هاي القانون. اوكي، هذا القانون اللي هو شنو اسمه effective annual rate. effective annual rate تساوي ال interest amount، كتبوني amount، ال interest amount على ال amount of ال amount to be utilized. هني amount to هاي بي بروحها و utilized بروحها، ف amount to be utilized. بعد هني فرق بينهم، amount to be utilized القيمة اللي بيتم استخدامها يعني. فنشوف السؤال. السؤال قال if you take a loan of 10,000 at 5% interest rate of 10% compensation يعني تعويض 10% compensation balance calculate your effective rate. فقانون الـ effective rate هو الـ interest amount على الـ amount to be utilized. فلازم نطلع الـ interest amount والـ amount to be utilized عشان نحسب الـ effective annual rate. فأول شيء عشان نحل السؤال عدل وما نتخربط، نحل بالترتيب الآتي. أول شيء بكتب معطية السؤال loan amount 10,000. okay. عقب rate of interest 5%، عقب ال interest amount كم بتكون؟ هذه ال 5% بضربها في الرقم الكلي اللي هو 10,000، فخمسة في المئة ضرب 10,000 بيعطيني 500. فقيمة ال interest amount اكو حصلنا اول شيء في القانون اللي هو 500. عقب ال compensation balance كم؟ 10%. فكم كم بيكون قيمة ال compensation balance بالدولار من هاي العشرة آلاف؟ بضرب العشرة بالسنت في العشرة آلاف بيعطيني 1,000، هذه قيمة ال compensation balance. اوكي، عقب ما طلعت ال compensation balance بطلع شيء اللي هو اسمه ال amount to be utilized. فبقول شنو قانونها؟ ال loan amount اللي هي العشرة آلاف كلها ناقص CB اللي هي الـ compensation balance. فـ 10,000 ناقص الـ 1,000 بيعطينا 9,000. اوكي، فصار عندي الـ amount to be utilized 9,000 و الـ interest amount 500. فبقول القانون 500 على 9,000 ضرب 100 بيعطينا الجواب 5.5. اوكي، هاي السؤال بعد نفس الطريقة بس ان الحل مختصر في خطوة واحدة، حلوه بنفس الطريقة. خل يعني اذا عندكم ورقة كتبوا المعطيات، يعني بقول لكم الحل بنفس الطريقة اللي فوق، لان يمكن احد يتخربط انه شلون يبنوا الارقام مرة واحدة. السؤال يقول شنو؟ loan amount 50,000 والrate of interest 7% والcompensation balance 10%، calculate the effective interest rate. فأول شيء بكتب المعطيات، نكتب كتبه الحين. أول شيء loan amount 50,000، عقب الrate on interest 7%، عقب الinterest amount كم بتكون الinterest amount؟ بضرب ال 7% بضربها في 50,000 بيعطيني 3,500. عقب الcompensation balance تساوي كم؟ 10% مالت الcompensation balance في الرقم الكلي اللي هو 50,000، فعشرة ضرب 50,000 بيعطيني 5,000 حق الcompensation balance. آخر شيء بحسب الamount to be utilized. الamount to be utilized شنو؟ شلون بنحسبها؟ بنقول loan amount اللي هي 5,000 ناقص 50,000 ناقص ال 5,000 اللي هي مالت السي بي اللي هي الكومبنسيشن بالانس. ف 50,000 ناقص 5,000 بيعطينا 45,000. فالحين بحسب القانون الافكت الاي اسمه الاي اي ار اللي هي effective annual rate
أو أن اسمها effective interest rate، أهم شيء أن هذه effective. القانون يقول ال interest amount اللي هي طلعناها 3500 على ال amount to be utilized اللي هي 45,000 ضرب 100 بيعطينا الجواب 7.78، تقريبا 7.8 أو نكتبها أحسن 7.78%. هذا هو بيكون الجواب، وذي بيكون آخر شيء calculation حق chapter 13 وحق chapter final كلها. وبكذي الحمد لله نكون غطينا كل الكالكوليشن، كل الأفكار حق كل الجواتر الفاينل. باقي تحطون على روحكم شوي وتدرسون النظري من اللي قلت لكم عنه في بداية الفيديو، ويعطيكم العافية. مع تحيات A Academy ومع السلامة.